بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إن صائما صار على نهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو المرشد الأول للأمة الإسلامية، يكون بفضل الله تعالى من المقبولين المبشرين بما قاله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، من موقع وزارة الأوقاف نحييكم، ونحن نلتقي وإياكم في هذه السهرة الرمضانية القرآنية. هيا معا إلى افتتاح هذا اللقاء مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فاطر السماوات والأرض أنت ولي
مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. إن من الصفات الجليلة التي أمرنا الله بها عز وجل والتي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة العدل، ولا بد لنا أن نعيش في إطار هذه الصفة المحمودة حتى يسود الوئام والعدل بين أبناء الأمة الإسلامية. عن صفة العدل وما يأتي من ثمارها الطيبة نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من الشيخ محمود توفيق الزناتي من شباب علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الله تعالى قد أمرنا بالعدل في جميع الأحوال، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والذين يعدلون بين الناس لهم مراتب عالية عند الله جل في علاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد أمر الله جل في علاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل فقال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والله جل في علاه قد أمرنا بالإصلاح بين الناس بالعدل والقسط فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ولم يقف الأمر عند هذا، بل قد أمرنا الله جل في علاه أن نعدل حتى مع أقرب الأقربين، فقال جل جلاله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من العادلين المقسطين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي صفة العدل التي ينبغي أن تسود أبناء الأمة الإسلامية فيما بينهم بعضهم البعض ومع الآخرين أيضا. هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ بلال مختار. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم،
رمضان رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات رمضان مجال الصلوات تسمو بالنفس لمولاها وصلاة الله على طه وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وأبي بكر بخلافته وأبي بكر بخلافته وأبي بكر بخلافته في هذه الأمة قواها وأبي حفص بعدالته وأبي حفص بعدالته قد زان الأرض وحلاها وعلى الكرار وعلي الكرار أبي الكرماء وكذا الزهراء وابنا سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله